Now, plural nouns, اتفقنا إنه the general rule usually كاتبي لكم regular nouns. Regular nouns هي الأسماء العادية. Simple enough, you only add the letter S to the end of the word, of the singular word, بيتكون معانا the plural noun. لا في عنا إشي بنسميه spelling exceptions اللي هي استثناءات في التهجئة أو في طريقة الكتابة. وأحياناً هاي الاستثناءات ممكن تأثر على الصوت. فنيجي هون. This is the first spelling exception. بعض الكلمات تنتهي بأصوات بنسميها voiceless. Voiceless يعني إنه هاي الأصوات لما بنلفظها ما بيكون في عنا vibration in the vocal cords. ما بيكون في اهتزاز بالأوتار الصوتية. حاولوا إنكم تحطوا أطراف أصابعكم على حنجرتكم وتطلعوا الأصوات. لاحظوا نهائياً ما بيطلع معكم اهتزاز للأوتار الصوتية. طبعاً صوت الس هو voiceless. فتخيلوا لما أنا يكون عندي أصوات voiceless ما فيها اهتزاز ونيجي نضيف لها كمان صوت voiceless. في هاي الحالة صار في عنا ساكنين متتابعين. حتى in Arabic language we have the same rule اللي هي منعاً لالتقاء الساكنين. هلأ حتى لا تلتقي الأصوات الساكنة مع بعضها، ولاحظوا ما بحكي حروف بحكي أصوات. ليش أصوات؟ لأنه الإكس هو عبارة عن صوتين ك وس. هلأ إحنا ما بيهمنا حرف الكاف فقط، أنا بيهمني صوت الس. عشان هيك أحيان كثير بضل أقول لكم English language is a sound system، كنظام يعتمد على الأصوات. فالإكس هو حرف مكون من صوتين ينتهي بصوت الس، والس هو صوت voiceless. منعاً لالتقاء الساكنين إيش بنعمل؟ بنضيف ES. هيك بنضمن 100% إنه الساكنين ما يلتقوا. برضو لسه ما انحلت عنا المشكلة لسبب بسيط جداً، إنه أنا لو أضفت لازم يتغير معاي الصوت، فأنا بدي أمنع التقاء الساكنين كتابة وصوتاً. فلاحظوا تكون عندي الكلمة بس بتصير بسز، الصوت عندكم بتغير هون، فالإي إس اللي أضفناها صوتاً بدها تصير معانا كمان كتابة وصوتاً مختلفة. الإشارة المائلة هاي دائماً أي رموز بتكون موجودة داخل السلاشز الخطين المائلات هي أصوات، فإحنا رح نكتبها بهاي الطريقة اللي هي إز، فالصوت بيطلع معانا إز، فإحنا بنضيف إي إس وبنلفظها إز. ماتش ما تشيز. لاحظوا بصير المقطع عندي بينكسر من هون، بصير مقطع لحاله. ديش ديشز. بوكس بوك سيز. كويز كويزز. لاحظوا بصير عندكم المقطع لحاله اللي هي بلوك كامل. هلا بدي اياكم تنتبهوا لكلمة مثلا هاوس. هاوس اوريدي فيها اي صوتا، لما اجي اقراها بصير عندي هاو سيز. ليه؟ لأنه عندي صوت السا ساكن، فلما أضفنا لها حرف الإس اختلف معي الصوت. لكن كلمة أبل آخر صوت بتسمعوه إل، فهون ما بيأثر علينا، هذا صوت عادي بنحكي أبل أبلز. فالريجولر ناونز ما بيختلف معانا لفظ الكلمة لما بنضيف لها حرف الإس. فديس إز ذا ريجولر رول. هلأ هاي إكسبشن. Another exception, if you have a word that ends in F or FE, like the word leaf, ورقة الشجر. فوراً بنقلب الـ F لـ V ومنضيف ES. Leaf, leaves. Wolf, wolves. Life, lives. Knife, knives. لاحظوا هون في عندي استثناء للقاعدة. غيرنا آخر حرف اللي هو حرف الفاء وقلبناه لـ V ثم أضفنا الـ ES. لكن لاحظوا life lives الصوت طلع معاي ز. هلأ في عندي كمان general rule في الـ spelling إنه صوت الس صوتاً لما بضيفها بكون الـ regular rule إنه هو لازم يطلع معانا الصوت ز. هذا الـ regular rule إنه تقريباً 90% من الأسماء الـ plural صوت الس في النهاية يساوي ز. هاي الاستثناءات تفرق معانا الصوت. فلاحظوا ليف عندي استثناء كتابي لكن الاستثناء الصوتي مش موجود، فليف
leaves. اللي تغير عندي صوت الفا لفا، لكن صوت السا ضلوا زا. في عندنا exception، بعض الكلمات لا تتغير، اللي هي كلمة roof roofs وcliff cliffs. الكلمتين هدول طبعا في زيهم كمان كلمة belief اللي هو اعتقاد، بتضلها زي ما هي ما بتتغير، ما بنحول الكلمة فيها إلى the، ضلها زي ما هي belief beliefs. فلاحظوا هاي استثناء على الاستثناء، فبنرجع للقاعدة الأصلية اللي هي فقط بنضيف لها اس وما بنغيرها. Like this، ضلكم متذكرينها. Exception اللي هي الاستثناء. هل عندنا قاعدة الواي؟ قاعدة الواي تحكي كالتالي: If you have a consonant حرف صحيح then a y، you delete the y we change it into i then we add the es. City، لاحظ عندي صوت التا، تا is a consonant حرف صحيح. Cities، baby babies، story stories، party parties، country countries. مجرد وجود حرف صحيح قبل حرف الواي we can remove the y، لازم نحذف الواي حولها لآي then we add ES. ولاحظ الصوت ما بيتغير، city cities، baby babies، لكن هذا استثناء كتابي، this is a spelling rule، هاي قاعدة كتابية لكن الصوت لم يختلف. لكن if you have a vowel before the Y زي كلمة day days، key keys، boy boys، guy guys، donkey donkeys. السؤال بيطرح نفسه، ليش هون ما حولنا الواي لآي؟ نحاول نكتبها بطريقة الاختصار، نشوف كيف رح تكون معنا الكلمة. دي اي هاي حرف علة، وحولنا الواي لآي هاي كمان حرف علة، وأضفنا اي اس هاي كمان حرف علة، كم حرف علة صار عندنا؟ 3 vowels. In English language you cannot have 3 vowels، يعني إذا الكلمة أساساً من بلادها فيها 3 vowels ماشي، بس as far as I'm concerned حد علمي ما في كلمة in English language فيها 3 حروف علة متتابعة. فكيف إذا أساساً الكلمة كان فيها حرف علة وأنا حولت حرف منها لحرف علة وأضفت لها حرف علة وصار عندي 3 حروف متتابعة؟ مجرد ما شفتوا هذا الشكل know إنه this is a mistake، هذا شكل خاطئ جداً، you cannot have this. فلما يكون عندي a vowel before the y تبقى كما هي، فبصير عندكم انه هاي regular rule، هاي قاعدة عادية انه we only add s، معناته هون لا تنطبق عليها قاعدة الواي. هلا في عندنا كمان نفس الشيء if you have o، اذا كانت في عندي حرف الاو في النهاية نفس الفكرة، اذا كان في عندكم consonant plus o يعني اخر حرف قبل الاو حرف صحيح بنضيف لها ES. Hero heroes، echo echoes، tomato tomatoes، potato potatoes، لازم أضيف لها ES. لكن عندي استثناء اللي هي كلمة piano وكلمة photos، ضلهم زي ما هم فقط بنضيف لهم S. هذول استثناء على الاستثناء، نرجع للقاعدة الرئيسية. لكن إذا كان موجود عندكم a vowel بعدين في عندكم حرف الO، نفس الشيء بيصير عندي. فلما يكون عندي كلمة zoo عندي حرفين علة، radio حرفين علة، stereo حرفين علة، video kangaroo، لما بيكون عندي حرفين علة فتخيلوا لما إحنا يكون عندي حرفين علة وآجي أضيف الـ ES فنرجع نكتبها مرة ثانية، لو حكينا إنه عندي قاعدة إنه في عندي حرف الـ O لازم أضيف ES، نيجي بنكتب OO الموجودين already وأضيف لهم ES، صار عندي 3 حروف علة، وهذا الحكي طبعاً is a mistake، ما بينفع إنه يكون في عنا حرف 3 vowels on a row، 3 حروف علة متتابعة it doesn't work. فهاي بتكون عندي القاعدة الأصلية اللي إحنا فقط بنضيف لها S، فانتبهوا لهاي المعلومة. طبعاً معظم الأحيان لما بيسألوكم عن plurals بيسألوكم عن exceptions،
سواء كانت صوتية أو كتابية. أكيد ما رح يسألوكم على الجنرال رول، أو ممكن يسألوكم على الاستثناءات للاستثناءات. يعني ممكن يكتبوا لكم كلمة بيانو مثلا بي اس حسب القاعدة لحد. فهون بدنا نكون عارفين إنه بيانو هون عندنا استثناء لا تنطبق عليها هاي القاعدة، فبي كيرفول هير. ماشي. هلا في عندنا شيء بنسميه الريجولار ناونز. الريجولار ناونز هي الأسماء الغير منتظمة، يعني بيكون عندي اختلاف، أحيانا نفس الكلمة مع تغيير بعض الحروف، وأحيانا بيكون عندي مختلف تماما. For example، a man، men، child، children، foot، feet، tooth، teeth، mouse، mice، person، people. لاحظوا صار في عندي زي نوع من أنواع الاشتقاق. إيش القاعدة؟ ليش مثلا في حالة ماوس صارت مايس؟ ليش في حالة توث صارت تيث؟ ليش في حالة تشايلد صارت تشيلدرن؟ طبعا بيرسون وبيبل مختلفة تماما. وي دونت نو. هذه هي القاعدة الأساسية in English language، فهذول بنحفظهم كما هم. Now we have nouns that have the same form as singular and plural، مثل كلمة sheep، sheep، deer، fish، series، species. هاي الكلمات نفس الكلمة تدل على singular وعلى plural. كتبوا لك كلمة series، series معناها سلسلة، وspecies معناها فصيلة، اللي فصائل الحيوانات أو أي نوع من أنواع المخلوقات اللي الله خلقها اسمها species. لاحظوا ما في عندي شيء اسمه species وبعدين قلبت الواي لآي أضفت الإي إس. لا، القاعدة اللي موجودة عندنا إنه the word species بتضلها زي ما هي، فبي كيرفول. نعم، كان في عندي spelling exception، كمان في عندي pronunciation exception. pronunciation اللي هي الاستثناءات. أول قاعدة إحنا أخذناها اللي هي general rule، فالنمبر 2 هون رح نثبت عليها. This is the general rule number 2. اللي هي usually the S sound is pronounced Z. This is the rule. This is the general rule. إنه معظم الأسماء in English language when we add the letter S صوته بيطلع معانا Z. حاولوا تتذكروا الأسماء اللي موجودة عندكم، وحرف الاس لما بنضيفه ايش بيكون صوته؟ بنحكي بوبز، دادز، باجز، بويز، دريمز، موفز. لاحظوا بيطلع معي الصوت ز. القاعدة الاستثناء اللي اخذناها اللي لما بنضيف اي اس مع الاصوات التالية اللي هي تشا وسا وشا وزا بيطلع معانا الصوت از. ساندويتشز، باسز، dishes، buzzes. لاحظوا موجود هون في عندكم شكل زي حرف الاف، هذا صوت الشا اللي هو الاس اتش مع بعض بيعطوني صوت شا، السي اتش بتعطيني صوت تشا. عشان هيك ضلكم متذكرين لما انا بحكي لكم دائما اللغه الانجليزيه عباره عن ساوند سيستم، فانا في عندي رمز يدل على الكلمه، فانتوا هلا هون شايفين الرمز، فتشا this is the sound of the ch، وتشا this is the sound of the ch. صوتين او الحرفين هدول لاحظوا كل واحد فيهم هو عباره عن حرفين، لكن الحرفين شو عم يعملوا؟ عم يعطوني صوت مختلف، فبي كيرفول. طبعا احنا مش مطلوب منكم تحفظوا الرموز الصوتيه، you are not English language major، بس الفكره نكون عارفين انه الاس اتش بتطلع صوت شا والسي اتش بتطلع صوت شا. فهاي is an exception، هاي exception rule. في عندي هلا another exception sound اللي هي لما بتنتهي الكلمة بصوت الكا زي كلمة books. لاحظوا الصوت طلع معانا سا. في حالة فا روفس. في حالة صوت البا stops. في حالة صوت التا كات. هلا بهكم لمعلومة انه احيانا نفس القاعدة موجودة عندي انه ما بيكون عندكم حرف الكا،
مكتوب بالكلمة. For example, mechanic. أنا ما عندي صوت حرف الكا، لكن عندي حرف السي، لكن صوت السي يلفظ كا، فبالتالي يكون عندي mechanics. مثال آخر اللي هي كلمة love، ضحكة. ما عندي صوت الفا، لكن موجود عندي حرفين اللي هم جي اتش، بيطلع معي الصوت فا، فبنحكي love loves. كمان كلمة زيها اللي هي photographs. هلا الـ PH بالأول، طبعا مش رح تفرق معنا بالأول. photographs. آخر صوتين بيطلع معكم كمان اللي هم PH photograph. فالـ PH طلع معي الصوت سا. هلا لاحظوا السا لأنه عندي الـ PH صوتها طلع فا. فانتبهوا لهاي المعلومة. أحيانا كثيرة ما بيكون موجود معاكم نفس الحرف اللي مرق معنا هون اللي هي كلمة كا وفا. طبعا صوت البا وصوت التا نفس الشكل نفس الصوت، ما في عندي حروف تدل عليهم. فانتبهوا لهاي القاعدة اللي هو أحيانا كثير النظام الصوتي هو اللي بيفرق معنا كيف إحنا بدنا نكتب في النهاية وإيش الأصوات اللي راح تكون معنا. اوكي هلا فرحنا قاعدة البلورالز، قسمين لنا اياهم هون، محددين لنا الصوت اللي هي the rule of pronunciation rule of s the او is. Now let's see. Here we have number practice number one. We have the following words. يلا choose. Do you have the sound س ز or is؟ نبلش number one. The first word اللي هي rooms. rooms. لاحظوا زد. هلا the general rule is the. انا في عندي قاعدتين استثناء. اذا بدي امشي على القواعد الاستثناء نمشي كالتالي، حكينا اربع اصوات بيطلعوا لي س. اوكي ها نكتب القاعده هون عندكم. صوت الس يساوي اذا كان اخر صوت موجود عندي اللي هو ف or تا or كا or فا. This is rule number one. صوت ال is بيطلع عنا إذا كان في عنا just a minute. لا تذكروا دائما لازم يكون في عندي شوى here اللي هي slashes. okay. صوت ال is بيطلع عندي إذا الكلمة كان في آخرها اللي هي س اي اس او اس اتش اي اس او سي اتش اي اس او اكس اي اس او زد اي اس. هلا other than that الجنرال رول ايش راح يكون عندكم اللي هو صوت الز. اي اصوات اخرى غير هاي الأصوات رح يكون عندي زد. فهون هاي بنكتب عندها تساوي general rule إنه هذه هي القاعدة الثابتة. معناته أنا حسب القاعدة باجي بطلع على نهايات الأصوات. عندي صوت التا، صوت التا حسب القاعدة لازم يكون عندي الصوت سا صح؟ كا banks حسب القاعدة لازم يكون عندي الصوت إز. شوي هون عشان تكون تحتيها بالضبط. هلا بانكس زيها عندي صوت الكا، معناته بعد الكا بيطلع معي الصوت سا. باركس نفس الكلمة، عندي صوت الكا بيطلع معي الصوت سا. باركس خلصنا. نيجي هلا لقاعدة الإز. عندي كلمة offices هون بيطلع معاي الصوت إز. عندي كلمة bosses برضو بيطلع معاي الصوت إز. وآخر واحدة conference conferences
برضو بيطلع معي الصوت إز. لاحظوا حسب القاعدة، إذا إحنا حفظنا القاعدة فورا بتزبط معنا. لكن rooms ما في لها، عندي صوت حرف الام، حرف الام معناته صوت بيطلع معي ز. rooms. عندي كلمة centers، الصوت آخر صوت بيطلع معي ر، فبنحكي centers، الصوت لحاله بيطلع معي ز. manager managers، صوته بيطلع معانا ز، اللي هي الجنرال رول. فدائما اذا حفظته هاي القاعده عندكم، ف ت ك ف بيطلع معي الصوت س، سز شز شز اكسز زز لحالها بيطلع معي الصوت اس. واذر ذان ذات جميع الاصوات ان انجلش لانجويج باستثناء هدول راح يطلع معي الصوت ز. So this is the rule. Be careful. Okay. Practice number two. Correct the mistakes. We have mistakes in these sentences or questions. The first one, A and B. There is a restaurant. Where is the mistake? What do you think? Is there? Thank you. Excellent. Yeah. This is the first mistake. Here, لازم يكون عندي switching. Is there? لأنه في النهاية إيش موجود عندنا؟ Question mark. The answer, yes, there is. ما فيها مشكلة. Number two. What is the problem? There is. Yeah. الجواب حيكون there are، لأنه في عنا إحنا meeting rooms. Thank you. There are. عندي two clues. Eight رقم 8 rooms كلمة جمع، معناته there are eight meeting rooms. Number three. There aren't. Thank you. Yeah. There aren't any offices. ما بينفع نستخدم كلمة isn't مع مع الجمع، فلازم يكون عندي there aren't any offices at the moment. Number four. There is. Yes. Thank you. There is a conference room. Number five. There isn't. There isn't. Yes. There isn't a car park. Number six. Are there? Yes. Are there any banks? And the answer is no, there aren't. No, there aren't. No, they aren't. Yeah, there, no, there aren't. Or the, no, there are not. Same idea. Okay. يعني هون فقط إنه بنقصها كلمة. So this is the rule here. Okay. Complete the conversation. Good afternoon, my office. How can I help you? Good afternoon. My name is Ashley Martin. I am the office manager from Print Express. We want to rent offices in Miami. No problem. There isn't. بدها تقولها there isn't؟ لا. تقولها بدنا مكتب، تحكي لها there is. Big center with 12 floors in the center of Miami. We want office space for 20 staff. Okay. There are. Excellent. Yeah. There are offices available on the first floor. Is there a meeting room? Yes, there is. There are. Good. Yeah, انتبهوا. Yes, there are three rooms. قبل شوي نبهتكم على هاي القاعدة. قد يكون السؤال بالمفرد ولكن الإجابة بالجمع، والعكس صحيح. اللي بيحدد الكلمة اللي موجودة. هم بيحتاجوا فقط غرفة اجتماعات واحدة. فبهمنا is there a meeting room؟ في غرفة اجتماعات. في هذا المكان there are three rooms.
فالإجابة دائما remember مرتبطة بالعدد أو بالاسم اللي موجود بعد كلمة بعد الفعل verb to be. Number four, the question is there a kitchen? No, there isn't. But there is a coffee lounge with a drinks machine. Ah, and a reception area. Yes. There is. Thank you. Yes, there's a reception desk and waiting area near the left. لاحظوا هنا هم استخدموا كلمات left قرب المصعد. That sounds good. Are there. Are there? انتبهوا لنهاية السؤال. Are there? Yeah. Any shops or restaurants near the center? Yes, there are lots of places to eat. And there is. Thank you. There's a shopping mall on Lincoln Road. Finally. Are there any train stations nearby? No. Most people come to work by car. Okay. فدائما بحكي لكم كل ما ناخذ قاعدة go to the suggested questions. طبعا هم مرتبين معاكم بالترتيب في suggested questions. Look at the questions. دائما حطوا في بالكم انه لما بيجيبوكم الأسئلة اكيد ما راح يجيبوا لكم انه مثلا a big center وتختاروا there is ولا there are. This is very simple. لا هم راح يجيبوا لكم أسئلة يكون فيها زي هيك. Is there a meeting room? وتكون الإجابة there are three rooms. للأسف الشديد a lot of people لما بيجوا بيقرأوا بيطلعوا كلمة is there فوراً بقول لك yes there is. بيختاروا الإجابة اللي فيها there is. مع إنه أكيد مش رح يكون السؤال بهذه البساطة. إحنا بنعطيكم سؤال مفرد إجابته جمع أو العكس. أو بندقق على قواعد الاختصار. إنه can you contract here or you can't. فهاي الأسئلة اللي بتكون بدكم تدققوا عليها. So this is the idea here. هلا بالنسبة للsuggested questions نصيحتي لكم دائما when we finish حاولوا انكم تحلوا الأسئلة. موجودة عندكم الكي أنسر. Don't look at the key answer. لا تطلعوا عليها نهائيا. حاولوا انكم تحلوا لحالكم. بعدين check the key answer. If your answer is correct ممتاز. معناته الفكرة واضحة عندكم والقاعدة واضحة عندكم. If your answer is wrong بدكم تتأكدوا ليش الإجابة خاطئة. يعني معظم الأسئلة أنا مشيكة عليهم وإن شاء الله إنه ما فيهم mistakes فبدكم تشوفوا where is the problem. طيب يلا number four آخر سؤال ونوقف عنده. Answer the questions about the conversation number three. Is there a meeting room? Yes there is. Yes there is. هلا ممكن أحكي yes there is أوقف. وممكن أحكي yes there are three. لاحظوا both answers are correct. طبعا هون لأنه عندي is there a meeting room yes there is خلاص السؤال على قد الجواب. لكن أو سوري الجواب على قد السؤال. تعطي معلومة إضافية بحكي yes there are three. فاستخدمنا are هنا لأنه في عندي وراها three rooms. Is there a kitchen? Yes, there is. متأكدين? No, there isn't. There isn't a kitchen. There is a coffee lounge. A coffee lounge اللي هي فكرة الكافيتيريا. And you can ask people in the coffee lounge to make you coffee or tea. وفي كمان شغلة تانية اللي هي a drinks machine. في آلة للمشروبات. بتعرفوا آلة المشروبات. You put coin in it. بتختاروا the type of the drink you want وبيطلع معكم. Is there a drinks machine? Yes, there is. Yes, there is. طيب معلومة أحد الطلاب سأل مرة إنه طبعا من سنوات سابقة ليش في عندي a ودrinks؟ ما إلكم علاقة بكلمة drinks. A تصف كلمة machine. A machine اللي هي ماكينة مشروبات. فالأ
هي لها علاقة بالماشين وليس بكلمة drinks. فانتبهوا لهاي المعلومة. Are there any shops? Yes, there are. Yes, there are. اختصرها. اكتبها بهاي الطريقة. Yes, there are. What do you think? Can I use the short form here? لا ما بتزبط. طبعا ما بتزبط. حكينا لما بكون عندي short answer. Oh, there are. ما بينفع اختصر a short positive answer. Are there any stations nearby? No, there aren't. No, there aren't. Okay. So this is the rule here.